والآن تبدأ المرحلة التاريخية. فريق انتر ميامي وفريق الهلال وهم موجودين في الملعب، وطبعا زي ما انتم شايفين الشباب الصغيرين كلهم بيصرخوا على ميسي افضل لاعب في العالم اللي موجود في الرياض الان امام الناس كلها زي ما حضراتكم شايفين. ولا تتخيلوا الفرحة والسعادة اللي موجود فيها الناس دلوقتي عشان يحضروا هذا الامر. افتتاح يليق بهذا الانجاز كينجدم ارينا، والناس فعلا سعيدة، واعظم لعيبة موجودة في العالم واعظم لعيبة موجودة في المملكة العربية السعودية. فرح رياضي بامتياز الناس كلها هنا. زي ما بقول لكم تصميم هذا الاستاد يسمح ان هو يخليه احتفالي بشكل كبير، والناس فعلا يعني هو ده الهدف، انه الناس تبقى سعيدة والناس تشوف النجوم بتاعتها اللي هم بيحبوها جدا. واسيب حضراتكم تستمتعوا بهذه المشاهد، وزي ما معاكم شايفين طاقم تحكيم حريمي، هيبقى فيه طاقم تحكيم حريمي في كل المباريات اللي احنا شايفينها ديت. اسيبكم تستمتعوا. انطلاق ناحية الشمال، وعايز اعدي، عايز اعدي، يلا يا سيدي، يلا يا سيدي، عايز اعدي، ايه 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 ايه، هوب يا الحرام، الله 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 يا مترو يا مجنون، متروفيتش روعة 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 روعة، حطها حلوة قوي 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 من ناحية الشمال، دخل 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 دخل، رفع له بإيده، حطها له مرة تانية، لقطها كانت رايحة لمالكم، لكن لا مؤاخذة متروفيتش ما يسيبش الحاجات دي، ما يسيبش الحاجات دي متروفيتش، وبيمين وعارفة السكة، والله لا كاليندر ولا أبو كاليندر يعمل فيها حاجة. وهتبص بسلامة، كانت رايحة هناك خالص، خلي بالك كانت رايحة لمالكم، لكن ده ما بيسيبش حاجة لحد. طويلة من ناحية شمال، يا ولد يا مالكم، عايز اعدي، عايز اعدي، طلع له من بره رينان، لكن ترجع لوسط الملعب مرة تانية، وهي وهوبو، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ايه الجمال والحلاوة دي؟ لا ده احنا بادئينها يا حمدان، ده احنا بادئينها يا عبد الله يا حمدان، ايه الروعة والجمال ده؟ حلوة 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 حلوة، يا سلام. في الدقيقة ايه ده احنا لسه بنقول، بص بص العرضية الجميلة، وادي التانية اهي، وبطن رجله في البعيدة، روعة 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 روعة. والهدف الثاني لنادي الهلال، وطبعا النهاردة ميسي في موقف حرج، استلام بلمة بلفة على وسط الملعب مرة تانية، مفيش الحلول لغاية دلوقتي، الهلال مقفل حلو قوي 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 قوي. ايه وادي واحدة خطيرة 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 خطيرة، والهدف والهدف، لكن في تسلل في تسلل. لويس سواريز طبعا زعلان جدا، يقول ما فيهاش، خلي بالك ما تقلقش، في فار في فار يا بوسكيتس، ما تمسكش الست من ايدها، ما تمسكش الحكمة من ايدها، ممنوع ممنوع، نشوفها كده، لا ما فيهاش تسلل، هترجع للفار. ودي ايه؟ ممكن دي، ممكن دي الاولانية ما فيهاش، لكن بص الراجل التانية اعتقد فيها، الاولية ما فيهاش 100% الاولية ما فيهاش، لكن التانية طبعا زوايا الكاميرا قد تكون خاضعة، لكن انا احساسي من هنا ان هي تسلل، وان المساعد اللي هناك صحيح 100%، كاميرا على ميسي وانطباعاته، وكاميرا على متروفيتش وحكاياته ورواياته. وادي لمسه بلمسه والبادي المس، وحوار بين ميسي والحكم، والحكم هادي جدا جدا جدا، يا ابني ما تحطش ايدك يا ابني يا ابني، مفيش فايده. لويس سواريز، وهنا سواريز بيقول ايه؟ بيقول مش ما اتزقتش من زميلي، ده اتزقت من الهلال، هنشوفها اتزقت من مين، هنشوفها اتزقت من مين. ادي اهي ادي اهي ادي اهي، محمد الجحفالي يا جماعه، محمد الجحفالي اللي حط رجله، لكن الاحساس الاول انها هدف، انا احساسي كده، هي هترجع، ها ايوه ايوه يا جماعه، انا بقول لكم وانا عارف انا بقول ايه، والله ميشيل ميشيل
ميشيل ميشيل ميشيل ميشيل ميشيل ميشيل ميشيل ميشيل وهي والعرضيه وهوبا يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا ولد يا لعيب. هو ده هو ده ميشيل يا جماعه هو ده هو ده هو ده ميشيل 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 محدش يعرف هو رايح فين ميشيل محدش يعرف هو رايح فين ولا هو نفسه ولا هو نفسه. روعه روعه روعه. ادي الانطلاقه الحلوه وادي اللمه الجميله وادي عبد الله الحمدان وادي هوب يا عيني يا عيني عليك يا ميشيل يا روعه. عدى من بوسكيتس وعدى مره ثانيه عبد الله الحمدان وغرفها وهوبا قلبي يا قلبي قلبي يا قلبي روعه. بص بص ماسك الهوا بايديا ماسك الهوا كاليندر بايديا. مردوده مره ثانيه بلمسه جريسل يلعبها خطيره 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 خطيره. رويز حكم ايدينا الفيس بتوقف اللعب. انا بقول لحضراتكم خلي بالك بص خلي بالك هو ما لمس الكوره وبعدين اخذ رجله الراجل اتشنكل على الارض اهو واضحه جدا الحقيقه. ولذلك بص وشها هي محتاره محتاره محت بص ازاي ادي الحيره اهي. قلت لحضراتكم ميسي وحبيب ميسي وداخل وهوبا هي هي. بقول لحضراتكم عاده بيحطها في الحته دي. بص حط الكوره كده ويحل عليها بكفوفه ويبص بصته ويرمش رمشته ويحط حطيته. روعه 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 روعه. ميسي يا جماعه ميسي ميسي ميسي. لازم نفرح حتى لو الهدف في مرمانا ان احنا بنشوف ميسي هو بيسجل. 3-2 وانطلاقه خطيره. ادي هو رويز هو هو رويز هو هو رويز هو هو رويز هو هو. قلت لحضراتكم يا جماعه اتنين صغيرين منتهى النشاط لكن اللمسه روعه 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 روعه. بص اللمه لم اللمه بص حطها هناك فين في اخر الدنيا يا ولد يا ولد يا ولد. ادي رويز بص بص النشاط بص النشاط حلوه. قفلها في القريب قفلها في الضيقه قفلها في الضيقه. انطلاقه من ناحيه اليمين وادي العرضيه هوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض. والله مستنيينها روعه 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 روعه. لكن الاوفر ايه الاوفر دوا الاوفر دوا الاوفر معمول بقوه وارتفاع قاتلين وطلع في الهواء روعه روعه روعه. مالكم لمسها بجنب راسه في البعيده لا تصد ولا ترد. يا سلام يا ملكم يا لعيب. وفي هذه اللحظات تطلق الحكم البرازيلي ايدينا الفيز السيده ايدينا الفيز صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه بفوز مستحق للهلال الرهيب على انتر ميامي 4-3.